لن تتوقف عن الضحك على هذه اللقطة، أخطاء مجنونة أضحكت الملايين في كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. هناك الكثير من اللقطات الاستثنائية والرائعة في عالم كرة القدم، ولكن هناك أيضا الكثير من المواقف أو الأخطاء التي تجعل الأشخاص أو الجماهير يضحكون عليها، وذلك لأنها تحدث مع اللاعبين بشكل عفوي. ولذا في هذا الفيديو سنشاهد ونستمتع ببعض الأخطاء المجنونة التي أضحكت الملايين في عالم كرة القدم. لنبدأ. في هذه اللقطة لعب حارس المرمى الكرة، ولكن لم ينتبه هذا المدافع إلى أن يأخذ الكرة، لكن لاعب الخصم تقدم وقام بسرعة بالتفطن وسرقة الكرة وإيداعها هدفا في الشباك. لنتابع هذا الخطأ الفادح من مدافعات فولفسبورغ أمام لاعبات برشلونة، لتقوم هذه المدافعة ببعض الكرة فترتطم بزميلتها بهذا الشكل وترتد إلى لاعبة برشلونة التي استغلت الأمر وقامت باختطاف الكرة وتسديدها لترتد إلى زميلتها فتودعها الأخيرة هدفا في المرمى. هذا الخطأ الفادح من حارس المرمى بخروجه بهذه الطريقة، لكن لاعب الخصم تمكنوا من اختطاف الكرة، ومرة أخرى ترك الحارس مرماه ليقوم لاعب الخصم بتسديدها، لكن الحارس يمسك الكرة فتفلت وتمر بين أقدام زميله، لكن لاعب الخصم الذي تفطن بسرعة للأمر تمكن من خطف الكرة وإيداعها هدفا في الشباك. كان هذا الحارس مستعجلا للغاية لتنفيذ هذه الكرة لترتطم برأس زميله وتدخل هدفا بنيران صديقة كما ترون أمامكم. تقدم لاعب مانشستر يونايتد وقام بتمرير الكرة بهذه الطريقة، فركزوا جيدا كيف قام هذا اللاعب بلمسها بقدمه بشكل خاطئ ليتمكن حارس المرمى وقبل أن تدخل الكرة في شباكه من تصديها. داروين نونيز أمام الشباك الفارغة، فركزوا جيدا كيف أضاع هذه الكرة بأن قام بتسديدها لترتطم بهذا المدافع المخضرم الذي وقف بهذا المكان. هذه الكرة تصل على طبق من ذهب للاعب مانشستر يونايتد، فتابعوا الأخير كيف سدد الكرة خارج الملعب. هذا الحارس حاول رمي الكرة وتراجع عن موقفه في نفس اللقطة، فحدث أن أفلتت الكرة منه بهذه الطريقة ليتفطن لاعب الخصم الذي تقدم مباشرة ليودع الكرة في الشباك. تابعوا هذه التمريرة التي وصلت إلى لاعب بروسيا دورتموند وكيف أضاعها بهذه الطريقة الغبية. تقدم أنخيل دي ماريا بهذه الكرة فلم يقم بتمريرها، بل قام برفعها من فوق حارس المرمى ولكن إلى خارج الملعب. تقدم اللاعب أليكسيس سانشيز بهذا الانفراد، لكن يمكنكم أن تركزوا كيف راوغ الحارس فأطال الكرة على نفسه ليسددها خارج الملعب. خرج تيبو كورتوا لمساندة لاعبي ريال مدريد في آخر هجوم وآخر دقائق في المباراة لينطلق لاعب فياريال هذا بمرتدة سريعة، ولم يقم بتمرير الكرة إلى زميله بل قام بتسديدها إلى خارج الملعب. بعد هذه الدربكة تصل الكرة إلى جابرييل خيسوس، فتابعوا كيف أهدرها خارج الملعب. يداعب أيرلينغ هالاند العارضة هنا لترتد إليه الكرة، ولكن للأسف سددها خارج الملعب بهذا الشكل الغبي. يتقدم لاعب أرسنال ويرسل كرة على طبق من ذهب إلى زميله الذي أهدر الكرة إلى خارج الملعب بهذا الشكل الغبي. ردة فعل إرتيتا تشرح لنا كامل الأمر. هذا الحارس لم يستطع أن يتعامل مع الكرة فقام بتمريرها إلى زميله الذي قام بلمسها بقدمه لترتد الكرة نحو الشباك هدفا بنيران صديقة. مرر هذا اللاعب الكرة إلى زميله، فتابعوا كيف تقدم الأخير وقام بتعريضها، ولكن ترتطم بين أقدام هذا المدافع وتذهب إلى الشباك بنيران صديقة. تقدم هذا اللاعب لتنفيذ ركلة الجزاء، فركزوا كيف طارت الكرة إلى الأعلى بهذا الشكل الغريب للغاية. ركزوا أيضا على ردة فعل الجماهير كيف تبدو.
لاعب أياكس أمستردام هنا تمكن من الوصول إلى هذه الكرة وإيداعها في شباك فريقه هدفا بهذه الطريقة. حارس ليفربول ترجع إليه الكرة فيرجعها إلى زميله الذي قام بإيداعها هدفا في شباكه بنيران صديقة كما ترون. حسنا كان يريد تمريرها إلى زميله الآخر على الجهة المقابلة. لا تدري حقا على من الخطأ، حارس المرمى أم على مدافع مانشستر سيتي الذي قام بلمس الكرة قبل أن يصل الحارس ليقوم لاعب الخصم بإيداع الكرة في الشباك مباشرة. لاعبة المنتخب الأسترالي تفقد هذه الكرة، فتابعوا لاعبة المنتخب النيجيري كيف تقدمت وأودعتها في الشباك بعد هذا الخطأ الفادح. ردة فعل هذا الشخص من الجماهير تكشف لنا مدى قيمة هذا الخطأ. يتقدم فينيسيوس ويخترق الدفاع ويعطي كرة إلى زميله رودريغو، فيقوم الأخير بتسديدها خارج الملعب بهذه الطريقة الغريبة. يتقدم داروين نونييز ويفشل بوضع الكرة أساسا في الشباك ليسددها بهذه الطريقة خارج الملعب. لن تصدق أن هذه الفرصة قد ضاعت من أمام الشباك. ركزوا كيف وصلت الكرة إلى لوكاكو ليقوم الأخير بلمسته ويضيع الكرة كما ترون. خرج حارس المرمى وقام بضرب الكرة بيديه لترتد إلى لاعب الخصم ليقوم الأخير باستلامها ومباشرة يسددها على الطائر بهذا الشكل الاستثنائي مسجلا هذا الهدف. خطأ غبي للغاية من مدافع مانشستر يونايتد، والذي سلم الكرة للاعب بروسيا دورتموند ليتقدم الأخير ويتمكن من تمرير الكرة إلى زميله والذي قام بإيداعها في الشباك مباشرة. تم تمرير الكرة لتصل إلى حارس المرمى ولم يقم الأخير بإيقافها، بل قام بلمسها بيده لترتد إلى هذا اللاعب الذي أودعها في الشباك بهذا الشكل. هنا جوهارد يقوم باستلام الكرة بالصدر لينزلها للاعب الخصم على طبق من ذهب، فيقوم الأخير بالتقدم ولكنه تعرقل ولم يتمكن من إيداع الكرة في الشباك. تمكن هذا اللاعب بعد اختراق منطقة الجزاء أن يقوم بتسديد هذه الكرة لتمر بين أقدام هذا المدافع وأقدام حارس المرمى هدفا نحو الشباك. خطأ فادح من دفاع فريق أرسنال، فتابعوا لاعب مانشستر يونايتد كيف استغل الأمر وبهذا الشكل انطلق وأودع الكرة بسقف مرمى الحارس بطريقة إبداعية. تقدم هذا اللاعب بعد تمريرة من زميله ليودع الكرة في الشباك، لكن ركزوا كيف توقفت الكرة بسبب الطين المتراكم على الأرض بهذا الشكل. هذا اللاعب من منتصف الملعب يحرج الحارس أندريا أونانا بعد تسديده هذه الكرة ليجعل الكرة وأونانا يدخلون في الشباك بهذا الشكل. لا تدري حقا كيف دخلت هذه الكرة. حسنا ارتطمت بقدم هذا المدافع وذهبت إلى الحارس لتفلت منه في النهاية وتدخل إلى الشباك بهذا الشكل. تابعوا هذا الخطأ الفادح من لاعب باريس سان جيرمان ليستخلص لاعب الخصم الكرة منه ويمررها مباشرة إلى زميله الذي استلمها وثبت الحارس دوناروما بهذه التسديدة القوية على يساره. في هذه اللقطة تابعوا هذا الخطأ من ماغواير والذي جعل لاعب الخصم يتمكنون من الهجوم بهذه الكرة التي تصداها أونانا لتخرج من الملعب بعد تسديدها من قبل لاعب الخصم، لينفجر أونانا غاضبا في وجه هاري ماغواير موبخا إياه على هذا الخطأ. تقدم اللاعب فالفيردي ومن هذا المكان سدد هذه الكرة والتي كانت سهلة لحارس المرمى، فأفلتت من يديه ودخلت إلى الشباك بهذا الخطأ الغبي. لنتابع ماذا حدث مع حارس أتلتيكو مدريد هنا في هذه اللقطة من أمام لاعب مانشستر سيتي، ليقوم الأخير بعد مراوغة الحارس بإرسال الكرة إلى كوفاسيتش الذي قام بتسديدها قوية إلى خارج الملعب. تمريرة وصلت إلى ليونيل ميسي من كيليان مبابي على طبق من ذهب ليسددها الأخير خارج الملعب، وعون سميث استعان بمنظار حتى يعرف أين ذهبت الكرة.
ركزوا على هذه الكرة التي وصلت إلى لاعب مانشستر يونايتد على طبق من ذهب وأمام الشباك الفارغة، فركزوا كيف أضاعها بهذا الشكل الغبي. تقدم هذا اللاعب وقام بتمرير الكرة إلى زميله أمام الشباك، فتابعوا الأخير كيف سددها إلى خارج الملعب. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبورت.